الحقوق اللي كان ناضلوا عليها حنا في النقابة ديال الفلاحين الصغار وديال الفلاحين الفقراء وديال المهنيين الغابويين، ديال الناس اللي كي يرعاو لنا، اللي كي يقتاتوا من الغابة إلى آخره. إذا كاينين حقوق أخرى اجتماعية بحال المدارس، بحال المستوصفات ديال الصحة، بحال هذا، بحال الماء الصالح للشرب إلى آخره. واش كيفاش هاد الجماعة ديالكم داير فيها الماء الصالح للشرب؟ نعم يا أخي، النسبة ديال تمتوش فيها 4 دوائر انتخابية، إيه. ولكن ما نعرف واش من 84 ولا 85 كانت تبنى واحد الشاطئ تما. 2001 تبنى واحد الشاطئ. تبنى الشاطئ بواحد 85 مليون، تحفر واحد البير ما نعرف شحال كلا حتى هو. والمهم فشل داك المشروع، وفشلوه ما تلاش كاع الناس ما خدموش كاع داك الشاطئ. دار بدون دراسه يعني نشوفوا اش يمكن. نعم، داك الشاطو ديال اللي دار في 2000 2001 ولا 2002 ما عقلش بالضبط. صرفات فيه 85 مليون، واحد الحصه ديال النصيب ديال واحد البرش تلغى في 2006. ولكن داك المشروع مشروع بدون دراسه تقنيه، الغرض ديالو غير باش ينهبوا داك المال. مشى داك المال هباء منثورا والناس ما استفدوش. البير ما صالحش، الشاطو كذلك ما صالحش، راه باقي داك الاثر ديال ديك الجريمه باقي الشاهد على داك الخروقات. فاش من بلاصه تقول تما؟ تمشتوش في البلاصه تزكزاوت، فاش تزكزاوت تزكزاوت فاش كاين داك الشاطو. وعاود جات سميتو المبادره، السيد العامل مشاو الناس داروا واحد سميتو واحد التظاهره كيطلبوا الماء، بقاو بلا الماء داك الدوار. ومشى الناس العامل، السيد العامل وافق لهم، قال لهم غادي نعطيكم سميتو نخص لكم الميزانيه، نخص لكم الميزانيه باش تصوبوا ذات الشاطو. السيد العامل جزاه بخير، عطى لهم الاعتمادات في المبادره الوطنيه شي 760 مليون، ولكن مع الاسف نفس المصير ديال هذاك المشروع الاول. حتى هذا الانتكاسه، هذاك الشيء اللي كاين في السي بي اس ماشي ما طبقوش. اذا المشروع فاشل اللي من هذا مازال، ومازال كيرقعوا فيه ما نعرف واش غادي. اذا كان غير النهب ديال المال هنا، ما كاينش غير النهب، المال العام والدور اخرين، الصفقات المشبوهه. الدور اخرين ما فيهمش، ما مغطينش بالماء الصالح للشرب بحال الجماعه. لا كاين لا، الدور الاخرين مغطين كاع كلهم مغطين كاع من العهد ديال الرئيس السابق، ماشي بهادو. إذا كاين دابا كيشربوا الماء، عندهم الماء كاع هنا في المركز، وتيدرين واسين وتيزكوغان، كل شيء كاين، وتمليل يداودو عزي الفوق وايت الحسن، عندهم الماء كلهم. وتيمولا هنا لان النيت ويقدمان كلهم عندهم الماء، غير تمستوش اللي محرومه. محرومه من سميتو من النصيب ديالها، وتعرضت للتهميش، وهي اللي غيكون البراج تما دابا في الارض. باش غادي يكون البراج ديال الاراضي ديالهم؟ وداك التهميش راه نيت مو منهاج النيت، من واحد اللوبيات كتسيطره هنا سميتو، كيلعبوا كيديروا التلاعب في الاموال ديال الجماعه. يلا دا كنطلبوا سميتو النيت سميتو اللجنه باش يبحثوا في هذا الشيء ديال التلاعب. اذا دابا اللجنه النقابيه ديالكم اللي غنأسسوها على اساس انها تتكلم على الاقليم كله كثير، غير لان دابا المساله ديالكم ما بقاش تحاصروها هنا مع القائد. القائد ما حتى كيتقبح عليكم، وكاي مسائل اللي دايرين اللي قلتوا لي داروا هنا، ما فضائح اللي داروا هنا في هذه التجزئه وهذا الى اخره. اذا هادو ماشي هادو مفاوضين ما والو. اذا غتكون عندكم هذه اللجنه هذه، وتكون اقليميه، وغادي توجهوا للعامل نيشان في هذه المسائل ديالكم على اساس ان